السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه اغلاق وايقاف الراديو في جراند 5 جي تي اي في. طبعا الناس ما تشوفون، اذا نركب سياره راح بتحصل اغنيه يشتغل تلقائيا. نحن نريد نوقف هذا الاغنيه، يعني لما نركب سياره نوقفها بشكل نهائي، يعني كل ما نركب سياره ما يشتغل. اوكي، اي سياره تركب راح بتحصل ان الاغنيه تشتغل. كيف نوقفها؟ طبعا في طريقتين. الطريقه الاول يعني تقدر توقفها، بس هذا الطريقه يعني ما يتوقف على باقي السيارات، بس السياره اللي انت تركبها. الطريقه انك تضغط على زر كيو، اوكي، نفس ما تشوفون، تحدد وتحط على هذا الزر، خلاص يتم ايقاف تشغيل الراديو. لما تخرج من السياره، اوكي، لما تخرج من السياره اوكي تركب سياره ثانيه راح بتحصل الاغنيه شغاله. شوفوا راح يشتغل الاغنيه، ناس ما تشوفون الاغنيه شغاله. اما نحن نريد نوقفها بشكل نهائي، يعني لما تركب سيارات اخرى ما يكون موقف نهائيا بشكل نهائي. الطريقه جدا سهل، تروح تضغط على اعدادات الاوبشنز، يعني تضغط على هذا الخيار اللي ظهر لك في الشاشه، روح للسيتنج نفس ما تشوفون الاعدادات، روح لاوديو، روح على ثاني خيار، هذا الخيار يعني خليها صفر، خليها صفر، وخلاص. بهذا الطريقه تم اغلاق الراديو لجميع السيارات. الحين اذا تخرج من سياره وتركب سياره ثانيه راح ما بيشتغل الاغنيه. شوفوا راح نركب سياره، هذا الليموزين نفس ما تشوفون ما في اغنيه. خلاص الحين تركب اي سياره، تغلق اللعبة، تعيد تشغيل اللعبة، تركب سيارة ما بتحصل الراديو شغال. وبس هذا هو طريقة اغلاق السيارة بشكل، اغلاق الراديو بشكل نهائي في لعبة جراند 5. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.